في صباح الخميس الأسود يوم 2/8/1990، تفاجأ العالم كله بقزو بربري لجيوش بربرية صدامية من قبل جيش النظام العراقي البائد. كانت جميع المؤشرات تدل على أن هناك حدث سيحدث في الكويت. جميع المؤشرات، لا أحد يقول ما كانت في مؤشرات، لا كانت في مؤشرات. وأنا أعتقد أن في خيانات كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي كله، سواء هذه القيادات خدعت أم خدعتنا في النهاية. كثير من الأمور حتى في الأمم المتحدة، حتى في أجهزة الاستخبارات العالمية كلها كانت يعني تنظر إلى هذا الغزو أنه قادم، ولكن اللي أربك هذا الموضوع أن بعض الناس أطلق بأنه فقط حشود للتهديد، وهذا كان خطير جدا، أثر على قرار القيادة حقيقة الأمر. ولا القيادة لو منتبه لهذا الموضوع كان تلافت هذا الغزو كله. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا كنت في بيتي بشقتي بالرقي وتفاجأت في اتصال الساعة 5 الفجر يوم 2/8/5 الفجر على التليفون الأرضي طبعا. فنادوني أهلي، ردوا على التليفون، نادوني أهلي قالوا أبوك يبيك على الخط 5 الفجر، أبوي يبيني يعني في مصيبة صايرة صراحة. قالوا هلا يبا، قال وين كنت؟ كنت والله بالبيت. قال قاعد البيت، قال لي ما تستعي والعراق دشوا الكويت. يعني أنا صحيت، شنو يبا العراق؟ قال قوات عراقية دشت الكويت. رحت قلت له خلص أنا محرفك العين، دير بالكم على عيالي. بدلت وفتحت البلكونة وشفت الآليات العراقية وهي تمشي على الدائرة الرابعة. بحكم أني مستلم ومشتغل في بوبيان أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أعرف الآليات العراقية، أعرف الآليات، فتأكدت أنه في غزو فعلا يعني، والآليات مدام واصلة الرقعي والساعة 5 الفجر يعني هذيل متعدين مرحلة كبيرة. لا. وكانت فيها خطورة الخروج يعني. بدلت لبس لبس العسكري، والحمد لله أن الرقعي جنب الجيوان، ودشيت طمرت الرصيف، ولما دشيت داخل الجيوان لقيت الربع مشتبكين. اللي اشتبك الحرس الوطني حقيقة. اي. وحنا اشتبكنا مع اللي يمرون عليك. اي. واللي اشتبك جاسر علي خزعل بدبابته، اخر شيء ضربوا الدبابة واحترقت، ضربوها بار بي جي. مع السائق. اعتقد مع السائق استشهد. وقامت ذخيرتها تنفجر. اي. وبعدين جونا من وين؟ ترى جونا من عريف جان الدبابات، بعيد. لأن الـ35 كان مشتبك، ما عندنا دبابات داخل البلد. تكلمت جنوب الكويت. جنوب الكويت جانا فازع محمد الحرمي، جاء فازع بدبابتين، والله أنا اللي فتح له البوابة. وين أروح؟ وين هذا؟ وقالوا لي وجيوان محاصرة. يعني فتح له البوابة، قدر الموقف الرجال من خيرة الضباط محمد الحرمي. قدر الموقف وشاف القوة اللي هناك وراح لهم بالدبابة، ما يقدر يطلع من دبابة مدرسة المشاة، راح لهم وهدم طوفة ورماهم، وتفرقت القوة اللي كانت موجودة وكانت تتناوش مع الحرس الوطني، لأن الحرس الوطني يشوفونه، فراحوا في مكان ما يشوفونه. في بعض الوحدات تتسلل فتسمع طلقات ورماية. احنا إلى الساعة 12 وقفت موجات المرور من الباصات من صوب الطريق اللي يودي اللي أمام وزارة الدفاع وأمام هذا. ليش؟ لأن الدبابة ضربت الباصات، مجزرة صارت. أيه. الباصات هذيلا عسكريين عراقيين بباص، لا وسائل حماية ولا شيء. هناك العديد من الأسرار في هذا اليوم لم يكشف عنها الستار بسبب سرية هذه المعلومات العسكرية، ونحن اليوم بعد مرور سنوات عدة على الغزو العراقي ومن خلال عدد من أبطال الجيش الكويتي البواسل، سوف نقوم بفتح هذه الملفات. قاعد تتوالى الاتصالات من العمليات، من عمليات الوزارة، وأيضا من أنت تعرف أن المخافض فيها يعني قرفة أو شعبة أو قسم للاسلكي
وقاعد نسمع الأخبار أن هناك قوات عراقية متوجهة إلى منطقة الجهراء، إلى محافظة الجهراء، وأيضا متوجهة إلى دوار العظام أو ما يطلق عليه حاليا دوار الأمم المتحدة، وأن هؤلاء يعني القوات يعني قوات كبيرة جدا بعتادها بدباباتها بآلياتها. أيضا هذه القوات كانت تدخل وأيضا كانت تستولي على بعض المركبات الخاصة بالمواطنين، يعني توقف بالذات المركبات المركبات الدفع الرباعي، تنزل الأشخاص من السيارات وتقوم تستولي عليهم. أيضا توالت البلاغات عندنا فيما يتعلق بالسرقات من بعض المواطنين فيما يتعلق بالمركبات. يعني هذا الكلام لغاية تقريبا الساعة، يعني هم نتكلم انهم بعد ما دخلوا بعدها بخمس ساعات وصلوا الى دوار الشرطن. دوار الشرطن بعد خمس ساعات من دخولهم منفذ العبدلي تقريبا وصلوا الى دوار الشرطن. هني صار في اتصال بيننا وبين ضابط محفظة صالحية. اي وقتها كان يعني الله يذكره بالخير طارق البناي، صديق وزميل، موجه له كل تحية. مسي عليه. المسي عليه الله يعطيه الصحة والعافية. وطبعا اضطر انه يعني يطلع من المخفر وكان معاه جهاز نقال، جهاز لاسلكي نقال، وكان يعطينا بالاخبار ايضا. ودخلوا الى شارع فهد السالم وبداوا بسرقات المحلات. يعني اذكر كان في محل ساعات رولكس حق السرحان في ذاك الوقت ومحلات اخرى للمجوهرات، ويعني وصار اصبحت يعني في فوضى يعني عارمه. هرج ومرج صار. هرج ومرج. نعم. عند وصول طلائع الجيش العراقي عند الدائر الرابع تعامل معه الجيش الكويتي المتواجد في الجي 1. اللي أعجبني في هذه الفترة هذه حقيقة أكثر العسكر اللي كانوا متمردين وكثيرين قيابات لقيتهم ملتحقين مبكر وقبلنا وشايلين السلاح، ولقيت مدنيين دشداشته وسروا الفانيلة وياخذ سلاح ويروح يركض، نعطيه المستودع ويروح يركض لطوفة الوزارة او يروح يركض لطوفة الرقعي. فكان القتال عامي يعني ما هو، وكانت الدنيا كلها مثل الخلية داخل جيوة، الخلية واحدة قاعدة تتحرك. هذاك الوقت كل الكويتيين صاروا عساكر. نعم. جونا حتى شباب الكويت يبون يتطوعون، ما عندنا سلاح، انت في منطقة إدارية ما في سلاح، والسلاح وذخيرته هي فوضى، في ضبط لها، كل عسكري لها سلاحه. فجوك متطوعين ونبي نحارب، شو تحارب؟ يوم دشينا قتال يعني مع القتال الجوي او مع الطيارات ما حسينا فرق ترى. ها التدريب اللي سويناه كله طبقناه. نعم. تدريب طبعا دي ونايت طبعا الحين الطيارات احسن، الطيارات الجديده افضل. تم أسر مجموعة من الجنود العراقيين في يوم 3/8 عند مستشفى الصباح. في فترات من المقاومة كنا نأسر جنود عراقيين وحاطينهم في، عملنا مدرسة بالروضة كانها سجن في عز الاحتلال، كان جمال الخضري الله يذكره بالخير ووليد الهدلك، هذول اللي يعني التقي معهم، حاجزين الناس هذه الجنود. يعني وصلنا مرحلة الجيش الكويتي لا يعدم أسراه، الجيش الكويتي يحترم القانون العسكري ويحترم المروءة، ونخاف من الله سبحانه وتعالى. ما أقدر أحدد لك كم أسير، لكن ما بين 100 إلى 150 أسير عراقي. أسير عراقي ما بين 100 إلى 150 في الجيوان، في سرداب الاستخبارات تحت. نعم. تم اعتقال عدد من أو تم القبض على عدد من الأسرى العراقيين. انت ولا الجيش الكويتي؟ الجيش الكويتي والشرطه الكويتيه ايضا يعني تم القبض على بعض منهم واودعناهم في مخفر كيفان في ذاك الوقت. يعني تم اسر مجموعه من الجنود العراقيين. صحيح. انتوا اسرتوهم الشرطه؟ الشرطه ومن الجيش ايضا. ايه؟ اوكي. وحطيناهم في نظاره مخفر كيفان. اوكي. وتم التحقيق معاهم يعني. نعم. تحت قيادتك طبعا. طبعا. ايه؟ تحت قياده مجموعه من القوات المسلحة اللي سحبوا. إيه؟ أوكي. وأيضا بوجود الغادة اللي موجودين، كانوا موجودين عندنا سواء من الشرطة أو من الجيش الكويتي. تم إغلاق عدد من الطائرات الكويتية المقاتلة
وذلك لوجود طائرات معادية في أجواء الكويت في ظلام فجر يوم 2/8/1990. وقام الطيار محمد الدوسري بقيادة أول طلعة لتصدي الطيران العراقي في أجواء الكويت. والهجوم اللي كان حصل الساعة 3 تقريبا، 3 وربع، هجوم طيارات طبعا مع الآليات. احنا ما لنا شغل بالآليات الحين، الأرضية هذه كلها احنا ما لنا شغل فيهم، بس احنا همنا الطيارات، وهمنا الكبير ان الطائرات المقاتلة. تمام. لان لحد الان يعني لحد الان ما طلع النور، ساعة 3:15 من حارها، احنا طرنا تقريبا 53 دقيقة، 55 يعني، للحين ما شق النور. نعم. في الصيف جتكم أوامر معينة؟ نعم، أول ما طبعا أول ما جتنا الأوامر على طول، احنا ما في تفكير. أيه. تطلع كتدريبك اللي سويته اللي تدربت عليه تسوي الطبقة بالواقع. نعم. أقلعنا الطيارة الأولى، أنا طلعت أول ما أقلعنا طبعا كان وياي علي، أقول له أقلع وراي علي على طول. يوم قلت حق التوجيه المقاتل يعني الحين فيجوال وذا تارجت، قال لي كلير تو فاير. شنو يعني؟ على طول ارمي ارمي، يتعامل وياهم، يتعامل مع الهدف. انا في بالي طبعا اول طيارتين اللي هم في طبعا يمكن حول 70 80 طياره او اكثر او بس انه طيارات مهوله. اوه، من اقول لك من العبدلي يعني على من المطلع، من قبل المطلع شويه، والكسارات. أيه؟ من الكسارات الى البصره. الله اكبر. هي طيارة هذا محورنا احنا. أيه؟ رايحين اتجاه الكويت، رايح الكويت كلهم. فالهمني الله سبحانه وتعالى، قلت اول ثنتين رحت على اليمين اول وحده. طبعا اول شيء طرت ما قدرت ادعم واحده من الطيارات من كثر ما انا نازل. أيه؟ طيارات المهم. أيه؟ وخرت رديت مره ثانيه على طول. انا ابي عندي انا عندنا احنا ماجيك وعندنا سوبر 530. سوبر 530 هو صاروخ يتعامل بالرادار، بس كان رادار الميراج شويه يعني ضعيف بال أرضي تحت ما يشوف الواطي. لا الواطي فوق يصير زين وصافي وحلو. أيه. فعلى طول أنا ما يمكننا له كنا تقريبا بال 500-600 فيت بالقدم أو أكثر شوية ونزل شوي، كنت أنا بس طيارات تحتي على طول. حولت ماجيك اللي هو صاروخ الحراري سحري هذا. إيه لا هذا على طول بطقة شيء أعطاك التون هذه، ما في أنا على اليمين مو بعيد عني والله طقت وظلمة ها ليل للحين ليل ما نشوف شيء خربس. ايه كلش طقت على اليمين اول طيارة على اليمين سويت الماجيك اعطاني التون اعطاني اللوك اللي هو قفل على الطيارة ومت. طبعا ما عندنا هذيك الخبرة بالحرب والرماية وما عندنا، فكنت اتبع الصاروخ لين شفته انفجر. انفجر بالهدف تارجت ما ادري انا ما ادري مريت فوقه دريت انه في هدف تحتي. أيه؟ بس باقي لفه لا بس باقي هذا مالوته الباقي الهدف كله مروحه بس دريت الحين. فالحين يعني شويه تعرف صار قتال جوي صار، واقول حق رفيجي لا ترمي ودير بالك، ويعني في اشياء بينه وبين الطيارين. وهني عاد رحت حق اهنيت طيارات كلها اللي كانت متجهه رايحه على محورنا احنا، ما ادري وين رايحه، رايحه المطلع خط المطلع رايحه داخل رايحه الكويت سيتي. اي يعني ما تدري وين رايحه، بس الحمد لله ان طيارتين اللي طيحناهم انا اللي طيحتهم واللي طيحهم علي خربطوا المحور هذا مالهم كله. قوم كلهم وين نزلوا؟ كلهم نزلوا بالكسارات كلهم خلاص، ما مهمتهم هذه كانها فشلت محورنا احنا. كل الهليكوبترات نزلوا ونزلوا في كذا هليكوبتر نزلوا على المطلع خلال الارض. ايه خلاص نزلوا وقفوا. الصدمة كانت يعني كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا.
ايضا يعني احنا اللي كان موجود عندنا بالذات يعني بعد يعني في يوم الخميس تقريبا يعني استوعبنا الصدمه لما توالت الاخبار من البي بي سي ومن القنوات اللي كانت موجوده على الراديو. نتكلم عن راديو طبعا اذاعه طبعا اوكي. نتكلم عن الاذاعه هي كانت لنا يعني المصدر الرئيسي. وين احنا رايحين بالضبط؟ هل هذا الجيش يبي ينسحب؟ طبعا النداءات اللي كانت تصدر من اذاعه دوله الكويت ايضا فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني امر كنا يعني الى حد ما احنا متوقعينه من جار قدمنا له كل غالي ونفيس فيما يتعلق يعني في حربه والمساعدات اللي تم تقديمها له. وايضا نتكلم ايضا عن الغومية العربية او العروبة ان جار عربي يقضي جار عربي اخر قدم له كل المساعدة وقدم له كل كذا. فالحقيقة كان في حالة احباط كبيرة جدا احنا اساس يعني ما حد توقعها يعني بما فيها القيادة السياسية يعني. فما حال يعني احنا كشباب صغار يعني في ذاك الوقت يعني اتكلم انا وقتها كان انا عمري بحدود 21 سنة وكنت توني ملازم يعني. فكان امر يعني صراحة يعني امر يعني اشعرنا بخيبة امل جدا يعني خصوصا فيما يتعلق ب يعني مفهوم القومية العربية او مفهوم يعني جامعة الدول العربية صح الوصف. مساعد الي العربي بعد ما تسكر الشارع بالسيارات فاجأهم وطمر عليهم الطوف وقام يرميهم وهم توقعوا ان احنا هجمنا عليهم مو بروحه ايه انحاشوا واحنا طلعنا تشجعنا طلعنا وراه نروح نرميه. وين كنتوا؟ وصلناهم طوفه الدفاع اللي صوب مستشفى الصباح. اي الطوفه اللي ورا الشارع بينه وقدام وزاره الدفاع في طوفه الصباح هذه طوفه السور مو مستشفى السور مال الصباح اللي وراء المحولات الكهرباء. نعم هذه طلع مساعد مع عسكري ورموهم وفكروا ان احنا هاجمين عليهم انحاشوا ولحقناهم. لما وصلناهم الدوار اللي عند معهد الابحاث العلميه اللي بين الصباح والجامعه معهد الابحاث العلميه لما وصلنا هناك وقف مسافه طويله مشواه ونيتات وركض وكل حر الظهر الساعه 8 تكلم انت مصطفى. نعم صحيح هذه الضحى حدود العشر 10 ونص. اي لما وصلنا هناك لقينا الدبابات بنص الدوار وحاطين عليها مدنيين بدشاديش. شو تفسير حق هذه النقطة؟ يعني ما نقدر نرمي عليها لان هذول مدنيين كويتيين. ليش اسرى ولا شنو؟ اسرى وحاطينهم دروع بشرية على الدبابات وعلى المدرعات حاطينهم قدامهم عشان اذا رميناهم نحوش الكويتي. اسمع احاديث والله احنا لازم خلاص احنا بعد ليش جيش؟ نحط يعني جيش صغير وإذا شيء ندق على أمريكا. أمريكا تعمل ضدك الحين. أكو واحد يقول هالكلام هذا. نسوي إن إذا هذا نطلب أمريكا ووجود. والله يعني هذا الحكي ما يقوله صراحة شخص عاقل. هذا يقوله رجل يبي يحافظ على تجارته أو يعتبر الكويت شركة نفطية وإذا صار شيء ينادون الأمريكان ولا ينادون هذا. تبدأ بإمكانياتك الذاتية. بدأ عاد القرار السياسي الكويتي إن الأمن الكويتي يبدأ من الكويت ودول مجلس التعاون والنطاق العربي. كابلات كهرباء طيحت إن هذيك الليلة اللي بعدين عدوها يمكن من 45 إلى 50 طيارة اللي طاحت من العراقيين كلهم سبت القوة الجوية الكويتية. القوة الجوية الكويتية أنا أتكلم عن قوة من دفاع جوي من سكاي هوك من ميراج. هؤلاء أبطال الجيش الكويتي الباسل يدعون الشباب ويحثونهم على مثابرة والاستعداد دائما وأبدا لتقديم أرواحهم فداء للوطن. أنا كطيار ومدرب أنصحهم أن يأخذ كل المعلومات من مدربينهم ويحاول يطور من نفسه لا يقعد على ما هو عليه خاصة طيار المقاتل. والحين يعني الشباب ما شاء الله عليهم فيهم شيء ما شاء الله يفوقنا بالمهارة نعم. والطيارات الزينة يعني أفضل طيارات من طياراتنا القديمة يعني. نعم فأتمنى لهم إن شاء الله الله يوفقهم ونشوفهم إن شاء الله قادة. كل الشكر والتقدير
في هذه المناسبة. أنت تشوف إعلام دول مجلس التعاون الخليجي صافة ورانا. نعم. هذيل أهلنا ترى. نعم. بعد ما صار 2-8 وخسرنا هذيل اللي وقفوا معانا. نعم. بالإضافة إلى الحقيقة دور حسني مبارك ومصر كان دور كبير جدا حقيقة يعني. وأما دول أمريكا وأوروبا أخذوا فلوسهم كاش بعد التحرير. 63 مليار اندفعت لهم ما لهم منه. هم يحاربون على مصالحهم وأخذوا مصالحهم وأخذوا فوقها فلوس. أما اللي ما أخذ شيء واللي دفع معاك ترى هالإعلام هذه دول الخليج. نعم. فكل الشكر للمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان من نسينا بعد هم كلهم ستة. وشكر خاص للدور المميز يجب أن نذكره صراحة للملك فهد رحمة الله عليه والشعب السعودي حقيقة يعني. وللشيخ زايد يوم يقول العلم الكويتي يعزف مع السلام الكويتي يعزف مع سلام الإمارات وعطاهم البيوت. هذه نقاط مضيئة. كل الشكر لدول مجلس التعاون لأن هم اللي وقفوا معنا. الآن يؤسفنا أن نشاهد من يهاجمهم من بعض الشباب اللي توه طالع ما ذاق المرارة يهاجم السعودية ولا يهاجم الإمارات ولا يهاجم قطر ولا يهاجم البحرين ولا يهاجم عمان ويتدخل في شؤونهم الخاصة. هذيلا يوم الحديدة حامية هم رشوا عليها ماي وجابوك. قعدنا عندهم استقبلوا الجيش الكويتي كله واستقبلوا أهل الكويت كلهم ما تضايقوا وانضربت دولهم بصواريخ وتحملوا عبء فلوس ميزانية الحرب. هم دفعوا ترى. نعم. دفعوا فلوس مليارات دفعوا شاركوا الغرب هذا طياراته ببلاش دفعنا فاتورتها كاملة فاتورة الحرب. لكن هذول ما طالبوك دول هذه الله يجزاهم خير هم وقادتهم وشعوبهم. ستظل الكويت دائما في حفظ الله تعالى ورعايته تحت راية حكم آل صباح الكرام وشعبها الكريم. واحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.